مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معنا في حلقه جديده من ملفات. من امبارح للنهارده تطورات كبيره جدا في غزه. قطاع غزه بيتعرض لضرب وقصف شديد جدا. امطار من الصواريخ على غزه بتستهدف البيوت والمنازل والمدارس والمستشفيات والأماكن الآمنة للمدنيين. هل ده الرد؟ لو حماس ضربت هل بتضربوا المدنيين الآمنين في بيوتهم؟ كم الضرب وكم الصواريخ اللي نازل على البيوت وعلى المناطق كبير جدا. مناظر مرعبة، مناظر تخض. احنا كنا عارفين ان الانتقام هيبقى كبير جدا، ولكن التعدي على المدنيين الآمنين بالشكل ده ملوش غير معنى واحد بس، ان انت ما صدقت ان ده حصل. انت ما صدقت ان حماس هجمت وعملت كده عشان تعمل كده في غزة، عشان يكون القصف ده على غزة. انت لا فارق معاك أسرى موجودين مع حماس، ولا فارق معاك منهم جنود ولا منهم مدنيين، انت مش فارق معاك الأسرى اصلا، بدليل القصف اللي حاصل على غزة واللي دلوقتي ممكن نقول اللي هو في الذروة بتاعته. شركات، في شركة اتصالات اتضربت، ابراج سكنية كاملة اتضربت، مستشفيات ومدارس، أكيد كم الوفيات والمصابين إحنا مش هنعرف نحصرهم دلوقتي، حتى لو في أرقام طلعت أعتقد الأرقام هتكون أكبر بكتير. يمكن حضراتكم متابعين المشاهد على المواقع الإخبارية على السوشيال ميديا، لأن كل حاجة بتنزل أول بأول. بيقال إن بيتكلموا الناس أو بيكلموا المبنى اللي هيتم قصفه ويقولوا له إحنا هنضرب المكان، ولكن أنا يعني مش عارفة هل ده فعلا بيحصل ولا لا، ولكن القصف على غزة مرعب مرعب. حماس بتضرب واستهدفت بعض المستوطنات، ولكن مش بالطريقة دي. القصف مش كده، ده حد عايز يهد المكان، حد عايز ما يبقى المكان ده مش موجود أصلا. في حد عايز ان المكان ده ما يبقاش موجود، وزي ما يكون ان هم ما صدقوا ان حماس ضربت عشان يتم القضاء على غزة، زي ما يكون ان هم بيزقوا الناس زق تمشي من المكان ده، امشوا امشوا من المكان ده. هل ده خطة محطوطة على الترابيزة؟ هل ده تفكير ممكن يكونوا بيفكروا فيه؟ ممكن ممكن اكيد. هنضرب غزه، هنضربها، كل حاجه، امشوا من غزه، اطلعوا بره. هيطلعوا بره يروحوا فين؟ تفتكروا هيروحوا فين؟ في عاجل دلوقتي حماس طلعت بيان بتقول استهداف المنازل الامنه سيقابله اعدام الاسرى الاسرائيليين بالصوت والصوره. ويمكن أنا كنت يعني لسه من شوية بفكر مع فريق الإعداد بقول لهم تخيلوا لو حماس اضطرت إنها تعمل ده، لو الضرب على غزة ما وقفش وحماس اضطرت إن هي تستخدم الأسرى اللي عندها لسه بنتكلم في ده وتعدمهم بالصوت والصورة عشان تحاول تأثر على الرأي العام الإسرائيلي. ما هي لو حماس عملت ده، لو جابت الأسرى اللي معاها وابتدت تعدمهم بالصوت والصورة، ده هيكون ليه تأثير كبير جدا على الرأي العام في إسرائيل، لأنه في الآخر كل واحد فيهم ليه بيت جوه، وهم الدم عندهم مش رخيص، هم بالنسبة لهم الشخص غالي جدا. فلو ده تم أعتقد الأمور هتتصعد لمنطقة تانية خالص. ولكن دي حرب، والحرب شكلها هتطول، وشكل ان الجانب الاخر سواء اسرائيل او امريكا، وانا بشوفهم ان هما الاثنين في جانب واحد، هيصعدوا الامور بشكل كبير جدا. مش فارق معاهم المدنيين، مش فارق معاهم الاطفال، مش فارق معاهم النساء، مش فارق معاهم اي حد. الاعلام الاجنبي
مستفز بشكل كبير جدا. ليه؟ لما بيجي يستضيف مصدر من المصادر الفلسطينية ويتكلم معاه، بيكلمه وكأنه انه ايه، انتوا عملتوا عملتوا عملتوا، انتوا جيتوا على اسرائيل وانتوا اقتحمتوا المستوطنات الاسرائيلية وقتلتوا، عامل نفسه مش واخد باله وعامل نفسه مش شايف ايه اللي حصل قبل كده. سبحان الله، ما حد يبقى ايه عارف هو عايز ايه كويس قوي ومش فارق له ايه اللي حصل قبل كده، اتفلق. هو ده اللي احنا عايزينه، هي دي السياسة دلوقتي، هو ده الاتجاه. ماليش دعوة بقى انت ايه حصل لك قبل كده، ماليش دعوة بالبيوت اللي اتخربت، وماليش دعوة بالبيوت اللي تم اقتحامها، وماليش دعوة بالمستوطنات اللي كل اهلها تهجروا، وماليش دعوة بالبيوت اللي اتخذت عنوة، وماليش دعوة بالانتهاكات اللي بتحصل في الاقصى. انا مش شايف كل ده. المجتمع الدولي رافض يشوف كل ده، رافض، عنده رفض انه يشوف، مع انه عارف. على فكرة هو عارف، المجتمع الدولي عارف، وعارف التاريخ كويس قوي، وعارف ايه اللي بيحصل كويس قوي، ولكن هي دي السياسه دلوقتي، هو ده الاتجاه اللي احنا عايزينه. لحد امتى هيفضل صامت؟ لحد امتى هيعمل نفسه مش واخد باله؟ الله اعلم. ولكن روسيا والصين يعني رفضوا ان هم يدينوا حماس في مجلس الامن. روسيا والصين رفضوا ان هم يدينوا حماس، ورفضوا ان يكون في اي ضرب او اي عنف ضد المدنيين من الجانبين. ولكن ان حماس تطلع بيان وتقول ان احنا هنعدم الاسرى الاسرائيليين بالصوت والصوره لو اسرائيل ما بطلتش تقصف الاماكن الامنه، ده تطور كبير جدا. حضراتكم مش متخيلين القصف شكله عامل ازاي، اكيد منكم بيشوف، ولكن امطار من الصواريخ على قطاع غزة، امطار من الصواريخ، بيوت ابراج كاملة بتقع. الواحد ساعات بيقول هي ايه ده، ايه ده، ايه العنف ده؟ في كلمات اقوى من كده ممكن اقولها، بس ما اقدرش اقولها على الشاشة للاسف. الجديد برضو كمان دلوقتي انه مصادر رفيعة المستوى حذرت، مصادر مصرية رفيعة المستوى حذرت من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي. وقالت المصادر ان مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفعالة في المجتمع الدولي لوقف التصعيد حقنا لدماء الشعب الفلسطيني. وأكدت المصادر ان رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى لما حذرت الجميع بخطورة الموقف وتداعيات الموقف، وانه القضية ممكن تتفجر في اي وقت، وان الانتهاكات اللي بتحصل ممكن تفجر القضية في اي وقت. ولكن الكلام ده جديد، ان مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، تجاه الحدود المصرية، ده كلام برضو بيودينا لمنطقة مختلفة، وانه يكون في نزوح جماعي. ما هو لو فضل القصف شغال على غزه، الناس اللي جوه دي هتعمل ايه؟ ده الناس اللي شغاله الاطباء وبتوع الاسعاف اللي شغالين في المستشفيات، لما بيبقى في اعلان حاله حرب اسرائيل بتاخدهم بالعافيه عشان خاطر يعالجوا الاسرائيليين. فالموضوع كبير. معنا مين يا جماعه؟ دكتوره هبه البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب دلوقتي في معلومات جديدة بتقول إنه في مصادر رفيعة المستوى مصرية بتحذر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وإنه ممكن يكون في نزوح جماعي، وده طبعا بسبب القصف اللي حاصل على قطاع غزة. شايفة الموضوع إزاي أو تعليقك إيه؟ والله الموضوع بيتفاقم. يعني احنا كنا متخيلين ان ده حق شرعي طبعا، يعني كلنا تحدثنا عن ان هذا حق شرعي للفلسطينيين للدفاع عن انفسهم
وخصوصا ان اسرائيل ضيقت الخناق بصوره كبيره جدا، اكثر من 18 عاما، يعني قطاع غزه محاصر، قوانين مجحفه، عدم الدخول والخروج، عدم منح تاشيرات للتحرك، والحقيقه في اعمار شباب كتير جدا ضاعت في هذه الماساه. وخليني كمان اقول ان الطمع في سيناء، يعني عشان نوضح الصوره بس بصوره واضحه جدا للجميع، الطمع في سيناء ليس من جانب الفلسطينيين ولكن من جانب اسرائيل. كل هذه المهزله بصوره او باخرى هي فيها تواطؤ من عناصر من الشرطه الاسرائيليه وفساد من الاستخبارات الشرطه الاسرائيليه. الحقيقه احنا الازمه مش من عندنا، من سمح لحماس بالدخول الى العمق الاسرائيلي بهذه القوه وبهذه القدره؟ الحقيقه يعني بتصور ان في تواطؤ وفساد منهم فيهم، يعني ده خلينا برضو نحط تحت ده خط كبير ونقول ان ما زال هناك طمع اسرائيلي وطموحات إسرائيلية بتوسعة مناطق الاستعمار ونفوذها، وإنها بتسعى بصورة أو بأخرى لدخول سيناء. هي في حالة عدم قدرة على المواجهة مع الجيش المصري بتدفع بالفلسطينيين دفعا، زي ما حضرتك تحدثتي منذ قليل ووصفتي الوضع بأن هناك دفع لهؤلاء العزل للدخول إلى المناطق المصرية. الحقيقة مصر ساعدت كتير وفتحت الحدود والمعابر المصرية كتير، وما زال ده موجود حتى الآن، لكن تضخيم الأزمة وجعلها أزمة إنسانية والضغط على دول الجوار بتحمل هذه المأساة، أعتقد ما فيش أقرب مثال لينا من السودان. لما حدث نزوح جماعي من السودان وتفتقت الحرب منذ شهرين، إذن المسألة يعني ليها توصيف في العلوم السياسية وهو شد الأطراف. هناك ضغط على الدولة المصرية من خلال أطراف الدولة المصرية، مهجرين من السودان، مهجرين من الدولة الليبية، مهجرين من غزة. والحقيقة حالة الاقتحامات المستمرة دي أنا بتصور أن الجيش المصري عنده قدرة دفاعية كبيرة على صد هذه الهجمات البشرية. هي هجمات بشرية ما فيش سلاح مستخدم فيها، لكن شفنا إزاي مصر قدرت تظبط حدودها في أسوان أو في منطقة الجنوب، وبدأ الدخول عن طريق المعابر الرسمية، ثم اشترطت الدولة المصرية منح التأشيرات، وكان ده عامل كبير جدا على ضبط عملية الهجرة والدخول، غير يعني المباشر وغير المباشر. خلينا نقول إن عملية الهجرة أو النزوح من السودان كانت خبرة، وخبرة قريبة، يعني نقدر إن إحنا نتعامل من خلالها مع الأزمة الفلسطينية. لكن الفكرة في إيه؟ إن دول ناس تحت القصف ومدنيين وعزل، فالتعامل معاهم برضو، دول اخواتنا في النهايه، لازم يكون في مساعده. ما دول اهالينا في النهايه. طبعا يا فندم. طيب، هو عامه انه الجانب المصري حمل سلطه الاحتلال مسؤوليه ضروره ايجاد ممرات طبعاً. انسانيه لنجد شعب غزه. طبعا. هل هم هيعملوا كده؟ هل حد بيضرب الضرب ده ناوي يعمل حاجه كويسه؟ يعني حتى الان يا استاذه ما فيش اقتحام بري، يعني خليني بس نحدد مع بعض القصه، ان ما فيش اقتحام بري، ما فيش قدره اسرائيليه على الدخول الى العمق الغزاوي او لعمق غزه، وده في حد ذاته يعني زي ما تقدري تقولي كده حاجز ردع. حضرتك شفتي المتحدث العسكري بتاعهم وهو طالع بيقول احنا بنضرب المباني عشان خاطر هم بيحموا حماس فيموتوا معاهم؟ شفتيه وهو بيقول كده؟ شفت طبعا، شفت حاجات كتير، وشفت مراسلين من هناك كتير، وشفت محللين اسرائيليين كتير. الحقيقه هم في حاله صدمه. يعني بس هل حاله الصدمه تبرر موت المدنيين؟ تبرر ان انا اضرب المدنيين بالصواريخ؟ حاجه تبرر اللي حصل، وكلنا امبارح كان يوم سعيد بالنسبه لنا، وكلنا كنا سعداء بالهجمه العربيه اللي حصلت على المدن المحاوطه لغزه من اسرائيل. الحقيقه ده حق مشروع للدفاع عن النفس، كل الدنيا قالت ده واقرته لصالح الفلسطينيين. انا لا احدد حماس او غيرها، انا اتكلم عن على الجانب الفلسطيني. الجانب الفلسطيني، هذا الجانب من حقه انه يدافع عن نفسه بصوره او باخرى، من حقه انه يحصل على حق في الحياه، ولازم يكون هناك تسويه انسانيه. يعني فكره المفاوضات خلاص اصبحت منتهيه بعد الحرب الشرسه اللي احنا شايفينها. انا بتصور دخول اطراف عربيه ودخول جامعه الدول العربيه ودخول قوة دولية لتهدئة الوضع وتخفيف وطأة القتال الشرسة عند إسرائيل. أعتقد ده الدور الأمريكي اللي المفروض تطلع بيه، لأن دول بشر ولابد من حمايتهم بشكل أو بآخر. طيب، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أعرف تعليقك برضو على دي، يهمني أنه دلوقتي حماس طلعت قالت أن إحنا مقابل استهداف المنازل الآمنة سيقابله إعدام الأسرى الإسرائيليين بالصوت والصورة.
تعليقك ايه على بيان زي ده حماس طلعه؟ يعني احنا في حاله انتقام شرسه، اعتقد ان الموضوع مش هيمر بسلام وهيكون في حالات اعدام للاسرى الاسرائيليين، ده متطور طبعا. تعتقد ان ده هيحصل فعلا؟ طبعا طبعا، مفيش تهديد وراه، يعني الوضع اللي احنا شفناه ده اعتقد ان اي حاجه واي تصعيد هيكون في الفتره اللي جايه. دكتور هبه البشبيشي بشكرك جدا على المداخله. معايا كمان اللواء عادل عمده المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، لان انا كنت عايزه اساله على النقطه دي لانها نقطه في غايه الاهميه. يا جماعه احنا بنتكلم دلوقتي في نقله تانية، في حاجه تانية، في خطه تانية. هل دي خطه مطروحه؟ هنضرب غزة ونفضل نضرب في غزة لحد ما المدنيين الآمنين العزل يتجهوا إلى الحدود المصرية؟ هل هم بيعملوا كده عشان ده يحصل في النهاية؟ وإلا ليه مصادر مصرية رفيعة المستوى هتحذر من حاجة زي كده وهتقول لإسرائيل إن أنت مسؤولة إن أنت تبقى في ممرات آمنة للمدنيين العزل؟ معايا سيادة اللواء عادل عمدة، اتفضل يا فندم. سيادة اللواء، ألو؟ ألو؟ طيب نحاول نكلمه مرة تانية. زي ما قلت لحضراتكم، الكلام اللي بيتقال ده كلام خطير، كلام خطير. دفع المدنيين العزل في قطاع غزة إن هم يبقى نزوح جماعي نحو الحدود المصرية، احنا بنتكلم في مرحلة خطيرة. هل اسرائيل مش هيبقى فارق لها الاسرى اللي ليها يموتوا الاسرى؟ وعلى فكرة هم في بيان منهم طلع بكده قالوا ان احنا مش هنوقف القصف على غزة حتى لو احنا عارفين ان الاسرى بتوعنا موجودين جوه، القصف شغال والضرب شغال، فهل الأسرى بالنسبة لهم مش هيبقى ليهم أي قيمة مقابل إن هم يضربوا ويطلعوا المدنيين الـ 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 الآمنين من بيوتهم بره غزة يدفعوهم إلى الحدود المصرية؟ ده كده الكلام ده كلام كبير وكلام جديد. طيب إذاعة الجيش الإسرائيلي بتقول الغارات على غزة مستمرة حتى لو أدت إلى إيذاء الرهائن الإسرائيليين، ده كلام جديد برضه. يعني احنا هنا دخلنا في منطقه جديده، وانه حماس تطلع تقول ان احنا الاسرى الاسرائيليين هنقتلهم صوت وصوره، هنعدمهم صوت وصوره، دي برضو مرحله جديده. الكلام ده يا جماعه عمره ما حصل قبل كده، الكلام ده عمره ما حصل قبل كده، ما حصلش قبل، ما شفناش المشاهد دي قبل كده. متعودين بنشوف غزه تحت القصف، ومتعودين نشوف الانتهاكات اللي بتحصل في المسجد الاقصى، ومتعودين نشوف اللي بيحصل في المستوطنات، متعودين احنا على الكلام ده. أول مرة نشوف إنه في أسرى إسرائيليين وكمان بيهددوا إن هم هنعدمهم صوت وصورة لو ما بطلتوش القصف على المدنيين الآمنين في بيوتهم. ولكن هذه هي الحرب، تتوقع فيها أي شيء، أي حاجة ممكن تحصل في الحرب، أي تصاعدات ممكن تحصل في الحرب. فهنتابع وهنشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب طبعا اسرائيل معاها دعم كبير جدا من امريكا ودول الغرب، يعني لو بنتكلم في الاجماع، لكن شعوب كتيره والشعوب العربيه كلنا طبعا مع غزه قلبا وقالبا. لو بتكلم على الاوطان العربيه وبتكلم على الشعوب العربيه وبتكلم على الناس على السوشيال ميديا وبتكلم على الناس كلها مع غزه بشكل كبير جدا. طيب جريده اسرائيليه بتعتبر الاشهر من الجرايد عندهم اسمها يديعوت احرانوت، قالت ان عدد القتلى الاسرائيليين ممكن يوصل لألف قتيل في الساعات اللي جايه، ده اللي هم بيقولوه. الجانب الفلسطيني ما بيقولش كده، بيقول ان الاعداد اعلى. وقال كمان انه في 150 اسير، مع ان الحكومه الاسرائيليه قالت 100 اسير، ولكن الجريده بتاعتهم بتقول 150 اسير، ومش ده الكلام اللي بيقوله الجانب الاسرائيلي، اللي عفوا الفلسطيني، الجانب الفلسطيني بيقول ان الاعداد هم مش عارفينها، هم مش هيعرفوها، الاعداد الاسرى كبيره كبيره جدا. طيب ارتفاع كمان عدد الشهداء في غزه ل 413، منهم 78 طفل و41 سيده.
واعتقد بعد القصف اللي حصل واللي لسه مستمر وشغال في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها، اعتقد ان الاطفال الارقام هتعلى عن كده بكتير. مش هنوصل بس ل 413 شهيد، اعتقد الارقام هتكون اعلى من كده بكتير. طيب معنا دلوقتي الدكتور ايمن الرقب، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس. يا دكتور ايمن اهلا بحضرتك. حياة الأخت الكريمة ولكل السادة والسيدات المستمعين والمشاهدين والمتابعين. طيب في تطورات جديدة دلوقتي حصلة، أن القصف شغال على قطاع غزة بشكل كبير جدا، وأنه في يعني أمطار من الصواريخ بتنزل على قطاع غزة، ودلوقتي حماس طلعت بتقول أنه لو القصف ده ما وقفش هنبتدي أن احنا نعدم الأسرى الإسرائيليين بالصوت وبالصورة. شايف التطورات دي شايفها إزاي، وممكن تتطور بعد كده نروح لحد فين؟ تفضل يا فندم. يعني الفرق بين ما كان وتابعنا وما سيكون بصراحة الأمر غاية في الخطورة. عدد الشهداء يقترب من 600 شهيد في قطاع غزة حتى الآن، قرابة نصفهم من الأطفال والنساء، وبنك الأهداف الإسرائيلي واضح أنه يعني يصب طبعا غضبه ونار حقده على الأطفال والشيوخ والنساء وبنوك أهداف ضد المدنيين. ما يدور الآن، يعني اليوم كان هناك قصف لعدة منازل، قتل خلال هذا القصف حسب ما أعلنت المقاومة ونشرت صورة أحد ضباط الإسرائيليين 4 من الأسرى الإسرائيليين، خاصة عددهم بالفعل كبير أختي الكريمة. العدد الإسرائيليين حتى اللحظة لم يعلنوا الأعداد الحقيقية في موجود قطاع غزة. المخطط بصراحة بغض النظر عن بعض المحللين الذين يقولون أنه لن يكون هناك اجتياح بري، البيت الأبيض أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الاجتياح البري. نتنياهو قال اليوم أننا أن غزة لن تنام هذه الليلة، والقصف المستمر اللي بالأمس كان 800 غارة اليوم متوقع أن تصل العدد إلى 2000 غارة على قطاع غزة. منطقة صغيرة 360 كيلومتر مربع يقطنها 2.5 مليون كما ترون عبر شاشات التلفاز، منازل مرتصة جنب بعضها البعض، يعني الأماكن مقتطعة، وأي انفجار يحدث شهداء وإصابات. هذا ما يحدث الآن بشكل تفصيلي في قطاع غزة. الاحتلال يريد أن يحدث أحزمة نارية لفصل قطاع غزة عن بعضه البعض، مدن كانتونات صغيرة ليتمكن من دخولها. وبعد وبالعادة الطيران أختي الكريمة لا يحسم معارك، الاحتلال سيدخل بري لحسم المعارك. ونتنياهو قال وجلنت اللي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات طبعا أو حيوانات إنسانية كما سماها، أو حيوانات بشرية بالضبط كما سماها، أيوة. تعطي دلالة على حجم تفكير هؤلاء المجرمين اتجاه ورؤيتهم تجاه شعبنا الفلسطيني. صمت الشعب الفلسطيني خلال سنوات أعتقد أن الأوان لأن يقول كلمته لهذا المجتمع الظالم ويعبر عن رفضه لذلك. نحن دعاة سلام أختي الكريمة، لسنا دعاة حرب، ولكن عندما نرى كل هذا الدمار الذي يعم الحالة الفلسطينية، ضياع البوصلة، إحباط، اعتقال 2.5 مليون فلسطيني في سجن كبير هو قطاع غزة، أنا الأول اللي يقول العالم كلمة بالحق. أما استمرار هذا الظلم بالتأكيد لم يعد مقبولا، وما نراه من حجم دمار ونيران في قطاع غزة يعطي دلالة على حجم الهمجية التي سيقود. هي حماس بترد دلوقتي وبتضرب بعض المستوطنات، مظبوط؟ يعني المقاومة بإمكانياتها المحدودة ترد على ذلك. لو قلنا إن هيكون في تدخل بري وإن هيحاولوا يدخلوا ويكون في تدخل بري، هل هنا ما حزب الله هدد إنه لو ده حصل هو هيتدخل، هل ممكن إنه الموضوع يتطور أكتر من كده ويبقى في أطراف كتيرة ما يبقاش بس ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي؟ صراحة وقت الكريم أنا لا أراهن على حزب الله، لأنه مرارة تكرار خاضت غزة معارك ولم نسمع منه إلا الشعارات، وأنا لا أراهن على حزب الله، أراهن على شعبنا الفلسطيني الأعزل. أنا بصراحة أخشى ما أخشى ما نراه من حصار الآن، أعلنوا عن قطع المياه والكهرباء والغذاء على قطاع غزة، خلال يوم أو يومين سيكون هناك مجاعة في قطاع غزة، ومشكلة كبيرة جدا نتيجة أيضا ما تتعرض له المشافي، يعني بعض المشافي خرجت عن الخدمة مثل المستشفى بيت حنون، نقص كبير جدا في الأدوية، في الدماء، في الأسرة، في عربيات الأسعاف، حتى القطن واليود ينقص في قطاع غزة، وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة جدا، نحتاج بصراحة تحرك عربي عاجل. مصر مشكورة تتحرك الآن، نتمنى أن يكون هناك عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية كما تسعى مصر لذلك الآن، يفضي أقل تقدير للرد
قدرات على ما يقوم به البيت الأبيض وطبعا الغرب، توفير مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني. نتحدث الآن عن مأساة إنسانية قد نراها في أي لحظة. الاجتياح البري كما أقول لك سيكون إما غدا بحد أقصى أو الليلة، وبالتالي هنا أزمة كبيرة جدا. الاجتياح البري لن يكون نزهة لجيش الاحتلال، هناك مقاومة تنتظر هذا الاحتلال وتستعد له، وما يعتقده نتنياهو أنه سيكون حرب خاطفة ومخطئة. إن دخل قطاع غزة فإنه سيغوص في وحلها إن شاء الله. ليه بتقول كده؟ ليه؟ لأن إن أصر على الدخول في قطاع غزة في حرب، فغزة لن تخرجه سالما كما يخطط نتنياهو. يعني اليوم يتحدث رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بأن ما حدث سيء وما سيحدث سيكون سيء على الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد أن هذا تهديد همجي من قبل هؤلاء قطعان المستوطنين، ونقول لهم نحن المقاومة ستمرمغ أنف جيش الاحتلال في قطاع غزة وسيغوص في وحل قطاع غزة، ولن أخرج منها سالما كما يتوقع أنه سيخرج الفلسطيني يرفع راية بيضاء وهم يسرقون راية النصر. أختي الكريم، عندما يتحدث سموريتش أحد حلفاء نتنياهو بكل وقاحة في باريس ويقول أمام الفلسطينيين ثلاث خيارات، إما الموت، إما أن يغادروا قطاع غزة، إما أن يعيشوا في دولة يهودية بدون حقوق وواجبات، أن يعيشوا بحالة وضيعة. بالتأكيد هل هو ده الهدف؟ إن هم يسيبوا قطاع غزة؟ هل هي دي الخطة؟ الخطة أنهم يريدوا أن يعني يرتاحوا من صداع قطاع غزة، واللي تحدث عنه رابين في ثمانينات القرن الماضي قال أتمنى أن أستيقظ أجد البحر قد ابتلع غزة. غزة تمثل لهم كبير جدا، وهذه النقطة اللي تكاد لا ترى على خارطة العالم بشكل عام، تزعج العالم وتزعج الاحتلال الإسرائيلي. أعطوا الشعب الفلسطيني حقه ولن تجدوا منه إلا كل سلام ومحبة. الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال منذ 75 عاما، أما آن الأوان أختي الكريمة لكل العالم أن ينعم بالحرية، ولا الأطفال الذين يخرجون أشلاء على مدار سنوات نجد حروب متتالعة في غزة منذ عام 2005 لحتى الآن. غزة تخوض أكثر من 7 حروب ويعلن حالة الطوارئ. يعني الغريب أنه نتنياهو يستدعي 300,000 جند احتياط غير ال 104. ده اللي أنا كنت عايزة أسألك عليه، وقف الدراسة عشان خاطر يبقى يعني هل هم الأفراد عندهم في الجيش مش كفاية عشان هو عايز الاحتياطي كله يكون موجود؟ ما هنا برضو في علامات استفهام. يعني أنا على ما استفهام أعتقد هو يريد أن يعيد الهيبة لجيش ويعيد الثقة له ولجمهوره على حساب الدم الفلسطيني. هو عندما يرى نفسه أنه قتل 100,000 فلسطيني يعتقد بذلك أنه قد انتصر وقد عاد حالة الردع لجيش الاحتلال. إذ كان جيش الاحتلال يقيس ردعه على قتل المدنيين وما بعض المجموعات المسلحة في قطاع غزة، فأنا أعتقد هذا تضليل كبير جدا إن كان هذا ما يخطط. للأسف الشديد عندما نرى الغرب يقف مع الاحتلال بكل هذه الوقاحة، أعتقد أنه نحن ندخل مرحلة صعبة والعالم يعاد ترسيمه من جديد على حساب الدم الفلسطيني. طيب هل حماس هتنفذ التهديد اللي هددته؟ هل هتنفذ فعلا وممكن تبتدي بإعدام الأسرى الإسرائيليين صوت وصورة لو القصف ما وقفش على قطاع غزة؟ يعني أنا أعتقد هذه رسالة تهديد حتى ذي اللحظة من الصعب إدخالها حيز التنفيذ. هناك محاولات من الجانب المصري للتحرك الآن لإطلاق سراح النساء والأطفال. لو ده حصل هيكون تأثيره إيه؟ لو ده حصل هيكون تأثيره إيه؟ أنا أعتقد لو حصل هذه خطوة خطأ من المقاومة بالتأكيد تأثيره سيكون سلبي. نحن لا نقتل الأسرى، وبالتالي حتى رغم أنه نتعرض لكل هذا الهمجية، أعتقد يعني أنا كسياسي وك يعني وفي أسرى ماتوا في القصف. في أسرى ماتوا في القصف نتيجة أن الاحتلال قصف مبنى كان في أسرى، وأعلنت المقاومة بالأسماء الجنود الذين قتلهم الاحتلال بنفس السياق، خاصة أنه كل جنود الاحتلال. هل الجانب الإسرائيلي فارق له الأسرى؟ مهمين بالنسبة له؟ أعتقد غير مهتم نتنياهو بذلك، لأنه يعني أعتقد أنه ما خسره على حدود قطاع غزة كبير جدا، ولم يعلن كما أشرتي إلا عن عدد بيقتربوا من 700,000. العدد أكبر من ذلك لأنه قطاع غزة يخدم به بشكل متتالي 5 سرايا إسرائيلية، 5 سرايا قرابة 1,000. طب فما بالك المدنيين وفي المستوطنات ومن طبعا يخدم في الجيش ولكنهم في المستوطنات وفي أماكن مختلفة، كانت تجمعات كثيرة بمناسبة الأعياد في هذه المنطقة، فالعدد كبير جدا. وأنا أعتقد أنه 1,000 جندي إسرائيلي بين قتيل وبين أسير، وبالتالي كل هذه الوقاحة التي يحاول بها نتنياهو يريد أن يضحي بعدد الأسرى الموجودين لدى المقاومة. اللي هم قد إيه تقريبا؟ الأسرى اللي هم قد إيه تقريبا؟ يعني نحن نتوقع أن العدد مش أقل من 200 أسير لدى المقاومة، لأن الأسرى غير محصورين عند تنظيم واحد، عند عدة تنظيمات. أيوه. الإسلامي أعلن أن لديه 30
لوحده، غير الجثث الذين طبعا قتلوا خلال المواجهات، وايضا سحب جثثهم، لانه الجثث ايضا يتم تنفيذها في عمليه التبادل. مظبوط. نتوقع انه العدد لا يقل عن 200 اسير. وبيني وبينك في موضوع النساء والاطفال، انا مع ان تتم صفقه النساء والاطفال، لانه لا حاجه لهم في وجودهم، لانه في بعض المسنين هم جاؤوا، يعني السيده التي اطاعنا في السن هي جاءت بمحض ارادتها على غزه بعرباتها الخاصة اللي هي عمليا. أيوة، اللي هي الفيديو بتاعها كان منتشر جدا. بالضبط، هي بنفسها كانت أتت إلى غزة، مع يعني لأنها طبعا يعني البعض يريد أن يبحث على أي شيء، وهي حسب ما لديها. هي هم ممكن ما يفكروش بالطريقة دي، لأن هم عايزين أي أدوات في إيديهم يفاوضوا بيها برضو، فممكن ما يفكروش. طيب دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنا بشكرك جدا. ربنا ينصر غزة، ربنا يحفظ غزة وفلسطين. هنرجع نكمل معاكم مرة تانية، ولكن بعد الفاصل استنونا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم ملف الفلسطيني الإسرائيلي للأسف الشديد. طيب، الموقف المصري دايما معروف في المواقف اللي زي دي، اي حاجه بتحصل في فلسطين او في غزه، الموقف المصري معروف ان احنا بنكون واقفين معاهم وجنبهم بكل الاشكال. رئيس عبد الفتاح السيسي كان في اتصال بينه وما بين الرئيس الاماراتي محمد بن زايد ال نهيان، مش ده بس الاتصال الوحيد اللي حصل، ولكن كمان تواصل مع العاهل الاردني عبد الله الثاني، وكمان مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكمان اكيد تواصل مع الجانب الفلسطيني ومع الجانب الاسرائيلي. وهو ده الموقف المصري اللي دايما بيكون موجود وبقوة على الأرض، ويمكن مصر هي اللي كل مرة بتقدر ان هي تحل الموقف ما بين فلسطين وإسرائيل مهما كانت صعوبته. دي حاجة لازم نقولها، مصر مفتاح في الحتة دي، ما نقدرش ننكر حاجة زي كده. أي مشكلة بتحصل ما بين إسرائيل وفلسطين مصر بتقدر تحلها، مصر بتقدر تتحدث سواء مع الجانب ده او مع الجانب ده، وبتقدر ان هي توصل لحل في الاخر، ما نقدرش ننكر حاجه زي كده. ولكن الموضوع دلوقتي تطور جدا، احنا عمرنا ما شفنا المشاهد دي قبل كده. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ معايا على الهاتف سياده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق. يا معالي الوزير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب، الموقف المصري معروف دايما انه احنا بنحاول نقف جنب اخواتنا في فلسطين وفي غزه، ولكن الموقف دلوقتي تصاعد جدا والامور تطورت جدا، ويمكن كمان في مصادر رفيعه المستوى بتحذر من انه يكون في ضغط على المدنيين العزل في غزه ان هم يكون في نزوح جماعي ناحيه الحدود المصريه. تعليق حضرتك ايه يا فندم؟ طبعا حجم الدمار هذه المرة يعني يعتبر غير مسبوق. مصر بتتحرك على عدة مستويات، مش مستوى سياسي فقط، ولكن أكيد طبعا مستوى الإنساني. وهتشوفي حضرتك إنه حجم المساعدة اللي هتتقدم بعد كده لأبناء فلسطين في غزة هتكون فعلا يعني تتناسب مع ما حصل من دمار وتدمير في خلال اليومين الماضيين. ايضا في تدخل سياسي واسع النطاق، زي ما حضرتك تفضلتي العالم كله بينظر الى مصر والى دورها، واعتقد ان الجميع من مصلحتهم ان هو يكون في احتواء لهذا التصعيد ووقف العمليات الحربيه يعني في الحال، لان حجم الدمار اللي اصاب غزه والمدنيين في غزه يعتبر امر غير مسبوق. ومن هنا اشوف ان العالم كله هيبتدي فعلا ينظر الى الموضوع حتى بنظره فيها قدر من الانسانيه اكثر من السياسه. طبعا، لانه الشعب الاعزل هو اللي بيدفع الثمن، وهو اللي بيتم هدم البيوت عليه وبيموت تحت الانقاض، وبالتالي يعني حتى مش اهداف عسكريه، الاهداف كلها اهداف مدنيه، والمدنيين هم اللي بيدفعوا الثمن الرهيب في هذه الحرب. فاتمنى ان احنا نقدر نصل الى يعني حلول سياسيه سريعه، وزي ما حضرتك تفضلتي احنا عندنا قدرة ان احنا نتصل بالجانب الفلسطيني سواء حماس او الجهاد او غيرها من الفصائل او حتى يعني القيادة الفلسطينية في رام الله، وايضا في اسرائيل لدينا اتصالات معاهم دائمة. وبالتالي اشوف انه الدور المصري هيكون دور محوري في الفترة القادمة، واعتقد انه ده امر مطلوب والعالم كله بينتظره.
نتمنى ان ده يحصل. واحنا طبعا زي ما حضرتك تفضلت ان مصر فعلا في كل مشكله بتحصل بيكون ليها دور كبير جدا ودور محوري في المشاكل زي دي. انا بشكرك جدا السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق. طيب ده ملف تاني في مجلس الامن. حصل ايه في مجلس الامن؟ حصل انقسام في مجلس الامن، رغم ان امريكا بقوتها في مجلس الامن وهي قويه جدا في مجلس الامن، دعت لمشروع قرار لإدانة حماس، كانت عايزة تدين حماس بسبب عملية طوفان الأقصى، لكن حصل انقسام على تأييد القرار من جوه المجلس، بالذات من الجانب الروسي ومن الجانب الصيني زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، وخاصة أدانوا كمان أي هجوم ضد المدنيين سواء من أي طرف فيهم. فهنا جت روسيا والصين وقفولها، قالوا لها لا مش هندينهم. ده طبعا ضايق الجانب الامريكي بشكل كبير. ولكن السؤال هنا، حتى لو مجلس الامن ما ادانش حماس، هل ده يوقف اي حاجه ممكن تحصل على الارض؟ هل ده ممكن يوقف الضرب اللي حاصل؟ هل ممكن يوقف دخول بري مثلا لو هما بيفكروا في حاجه زي كده؟ هل ده ممكن يوقف؟ لا، يعني ادانوا او ما ادانوش، هل ده هيوقف اي شيء؟ فهو ده السؤال. طيب معانا دلوقتي الأستاذ طارق البرديسي، الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. يا دكتور طارق، تحياتي لحضرتك أستاذة أميرة وكل المتابعين. أهلا بحضرتك. طيب دلوقتي مجلس الأمن رفض أن هو يدين حماس، وخاصة الجانب الروسي والجانب الصيني رفضوا أن هم يدينوا حماس ورفضوا أي أذى للمدنيين من أي طرف من الأطراف. هل أدانوا أو ما أدانوش مجلس الأمن؟ هل ده هيوقف أمريكا أو إسرائيل من الضرب أو من القصف على غزة؟ جميل جدا هذا السؤال. ده هو لب الموضوع وفكرة التنظيم الدولي وموازين القوة في الفرع التنفيذي للأمم المتحدة، مجلس الأمن. مجلس الأمن الخمسة الكبار في تشرم، في انقسام ما بين هذه القوة الكبيرة التي لها هذه المقاعد الدائمة. المفروض أنه مجلس الأمن بيحفظ قراراته، بتحفظ السلم والأمن الدوليين. قرارات مجلس الأمن لم تنفذ، 242-338 كل القرارات، يعني إسرائيل ضربت فيها عرض الحائط. هي دي مشكلة، دي سبب المشكلة والبلوى، أن الأقوال لا تطابق الأفعال، أن المجتمع الدولي مجتمع منافق، أنه يصدر قرارات وأقوال ثم النتائج على الأرض الأفعال لا تتطابق مع هذه الأقوال، لا تتطابق مع هذه القرارات، لا يتم تفعيل هذه القرارات. الآن عندما استخدمت روسيا والصين حق الفيتو في شلل وفي يعني إعطاء الحقوق، لأنه في فارق ما بين الإرهابي والمقاوم، ما بين المقاومة وما بين الإرهاب، دي الفلسطينيين يعني افتئت على حقوقهم وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لهم الحق في الدفاع الشرعي عن النفس. إذن هذه ليست أعمال إرهابية وإنما دفاع شرعي عن النفس، لهم الحق في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 5 يونيو 1967. يعني مجلس الأمن هذا يعني هو نفاق المجتمع الدولي وفشل التنظيم الدولي. وأتصور أنه في عالم جديد، أتصور أنه كده يعني سقطت ورقة التوت عن يعني سوء ذلك التنظيم الدولي. واضح يعني هذه الاستخدام الأكثر من ازدواجية المعايير والكلب أكثر من مكيال. وجدنا ذلك في أوكرانيا، وجدنا ذلك في فلسطين وأزمة الشرق الأوسط. أتصور أنه يعني هذا الشلل بيؤكد أنه هذا التنظيم الدولي لا علاقة له بالمساواة، لا علاقة له بإعطاء الحقوق لأصحابها، لا علاقة له بإحقاق الحق والإنصاف، وإنما هو موازين القوة. وأين المصالح؟ مصالح الغرب الآن تريد ذلك الاصطفاف اللامحدود الأعمى مع الجانب الإسرائيلي، وبتتغفل وتتناسى حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن هناك قوة عالمية جديدة بتنشأ وبتتبلور، سواء كانت روسيا الاتحادية، سواء كانت الصين كقوة استراتيجية عظمى الآن، يعني بتعترض على مثل هذه الهيمنة الغربية. الآن سقطت هذه الهيمنة الغربية، بتعترض وبتنفذ. يعني خلاص، يعني البيض كله مش هيبقى في سلة واحدة بعد كده، هم رافضين بالفعل. بالظبط، هذا العالم انتهى.
بالضبط. لا لا دكتور، هناك تلك الهيمنة الدولية اليتيمة الوحيدة للجانب الأمريكي، وإنما لا هناك قوة. ده شكل القصة دي هتنتهي قريبا. دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أنا بشكرك جدا على المداخلة. طيب هنرجع مع الملف الفلسطيني مرة تانية، ولكن برضو عندنا دلوقتي ملف مهم جدا، وهو أنه طبعا حضراتكم عارفين أنه الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد تقدم رسميا للترشح للانتخابات الرئاسة، وأكد قراره واختار كمان رمز النخلة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وبكده يمامة يكون ثالث مرشح اتقدم بأوراقه رسميا بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسياسي المعارض فريد زهران. طيب احنا حابين ان احنا نتعرف، طبعا احنا طبعا اكيد عارفينه كويس جدا، ولكن حابين ان احنا يبتدي عندنا مساحة في البرامج ان احنا نستضيف المرشحين ونتكلم معاهم في البرامج بتاعتهم ونشوف هم ناويين على ايه. ده مهم جدا، الناس لازم تشوف كل حاجة وتقدر تقرر براحتها. معايا دلوقتي على الهاتف اكيد الاستاذ عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية. دكتور استاذ عبد السند اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا بحضرتك. الله يخليك. طيب حضرتك قدمت اوراقك خلاص للترشح رسميا بتزكيه من مجلس النواب بعدد من التزكيات من مجلس النواب، ولكن الناس حابه ان هي تعرف لو حضرتك عندك برنامج انتخابي ان شاء الله هتقدمه ويكون واضح بالنسبه للناس. نعم طبيعي، هو في برنامج انتخابي هقدمه ان شاء الله، بس تفاصيل هذا البرنامج هيتم الاعلان عنها. انا هقدمه يوم مع بدايه الحمله، بتفاصيله مع بدايه الحمله الانتخابيه. لكن في ملامح وخطوط عريضه بنقولها دايما. يعني هي البرنامج هي الحقيقه بتحدد دوافع الترشح. مصر احنا في أزمة، يعني إذا كان كل بيبص الأزمة الاقتصادية وبنقف بس، طب إيه اللي إيه سبب الأزمة الاقتصادية؟ الأزمة الاقتصادية مرتبطة بمشكلة سياسية، مشكلة في عدة مشاكل احنا بنعاني منها وبيحس بها المواطن. وفي حكم استمر 10 سنين مع حسن النوايا ومع عدم التشكيك ابدا في وطنيته، لكن احنا نرى انه في راينا الشخصي ان الاداره الاقتصاديه واداره الموقف السياسي كانت غير في راينا غير سليمه. يعني ايه الاخفاقات الاقتصاديه اللي ممكن نكون وقعنا فيها يا دكتور؟ لا علامات الإخفاق إن عندما ينخفض تصنيفنا الائتماني من بي لي سي، دي علامة خطر. ده احنا دخلنا النهارده في المنطقة يعني في علامة خطر فعلا. علامة بتهدد الاستثمار بتاع المستثمر بيهربوا، أصحاب الديون بيطلبوا النهارده عايزين يعني الضمانة نفسها، يعني قيمة تخفيض الاستثمار الائتماني يعني ايه؟ يعني الضمانة قلت. الاستثمار القادم لا هيقف. المسألة في منتهى الخطورة. يعني حضرتك شايف انه المشاريع تقف شوية ونبتدي ان احنا نفكر في بدائل اخرى اقتصادية ممكن توقف الاقتصاد على رجليها شوية؟ مش بدائل بس. احنا بنعاني من اولا كلنا بنعاني من الغلاء، من نقص انخفاض العمله الوطنيه، فيه بطاله في المده اللي فاتت، فين الصناعه السياحه وكل دي مرتبطه الحقيقه بحزمه قوانين كان المفروض تتاخد، باولويات واتخاذ قرار ايه الاولويه اللي استثمر فيها. المناخ الاستثمار مناخ مرتبط بتشريعات تتعلق بتشريعات ضريبيه وتشريعات عمل وتامينات. حسن اختيار لا خلاف على المشروعات اللي تمت، ولكن الخلاف كله على الاولويات لم تكن موفقه بالمره.
إهدار المليارات في مشروعات ما كانش وقتها، ده مشكلة كبيرة. طب دكتور عبد السند، يعني ايه اهم القوانين اللي لو مسكت ان شاء الله وربنا وفقك في الانتخابات القادمه، ايه اهم القوانين اللي حضرتك هتبقى حابب تاخدها اول حاجه، اول شيء؟ اول شيء عندي اصلاح تشريعي مهم جدا. اولا عندنا في السلطه التنفيذيه مثلث يقوم مثلث اضلاع، السلطه التنفيذيه رئيس الدوله والحكومه و الحكم المحلي او تحديدا الاداره المحليه. الطبقه الثالثه الاداره المحليه المنصوص عليها في الدستور بقالنا 10 سنين للاسف الشديد ما فيش اداره محليه. يعني ايه ما فيش اداره محليه؟ المحليه دي اللي هي الادارات الوحدات المحليه من القريه للمركز للمحافظه، اللي هي بتراقب عمل الحكومه واللي هي بتنقل نبض ومطالب الناس. للاسف غيبة، لم يعني مش موجودة، ومع رغم وجود النصوص في الدستور عليها ده مسألة في منتهى الخطورة. ايه كمان يا فندم؟ في عندنا إعادة النظر في هناك مبدأ يحكم العلاقة ما بين السلطات، اللي هو التوازن ما بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، العلاقه بينهم بتقوم على كل سلطه مستقله وهناك توازن في التعاون بينها. لا، في تغول من السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه والقضائيه، حصل تدخل. لازم نرجع في تدخل في دستور 19 في تعديل سنه 2019 بتعديلات خلت بهذا التوازن. هذه مساله في منتهى الخطوره. لازم نرجع تاني للتوازن اللي كان موجود في قبل 2019. في نائب رئيس الجمهوريه المنصوص عليه في الدستور، في مسائل كتيره لازم محتاجه تعديلات، لان الدستور هو القانون الاعلى اللي بيحكم العلاقه ما بين السلطات نفسها وبيحقق التوازن وبيحقق العدالة والحقوق والحريات. كل ده يجب إعادة هذا التوازن بالتعديل في نصوص الدستور نفسه. طب لو جينا نتكلم على ملف الصحة وملف التعليم، للأسف احنا في ذيل الدول. في يعني انا بقول وانا راجل كبير في السن، انا خريج حقوق القاهرة سنة 74 واستاذ في الجامعة بقي 33 سنة. أنا أقطع أن وأنا خريج حقوق القاهرة سنة 74 أن كان مستوى التعليم أفضل من الآن، وأنا أدرس الآن. أنا لغاية النهاردة بكرة عندي محاضرات هديها بكرة إن شاء الله عندي في الكلية. المستوى تراجع. التعليم تراجع. الصحة والخدمة الصحية تراجعت. المسألة والتعليم الأهم، مفيش نهضة بدون تعليم. طبعًا. طبعا يعني لا، التعليم تراجع بدون شك. يعني دور المدرسه تراجع عشان يبقى بنشوف اللي هي السنترز اللي موجوده. للاسف الشديد اللي هي حلت محل المدارس، والمدرسه بالظبط يعني ملهاش بديل. يعني ما تمش اختراع يحل محل المدرسة. مدارة المدرسة هي الوحدة الأساسية للتعليم والتربية في هل حضرتك شايف حل مثلا، تعالى نمسك جزء صغير كده، هل حضرتك شايف حل في موضوع المدارس ده؟ يعني عدد المدرسين القليل، المرتبات القليلة جدا، في مدرسين كتير جدا عايزين يتعينوا ومش عارفين لأن ما فيش مرتبات، يعني ما بيتعينوش. فحضرتك شايف حل في موضوع التعليم ده عندنا هنا؟ وانا خلل ازاي مش لاقيين؟ ها، ما النظام القديم لما كان حتى في المعلمين اللي هي مدارس المعلمين اللي هي 5 سنين اللي بيقضوها يعني بعد الابتدائيه، يبقى يعني من بعد المرحله الابتدائيه يقعدوا 5 سنين ويطلع المدرس في المرحله الاولانيه، يقعد 5 سنين يعد فيها المدرس. في حلول كتيره. النهارده احنا عندنا الاف من الخريجين مش لاقيين لهم شغل.
إذا يعني أعيد التنظيم وفتح الباب لكليات التربية ولتخريج المدرسين، أعتقد المشكلة قبل الحل يعني وبسهولة. طب دكتور عبد السند، لو سألت حضرتك على الموارد المصرية، هل إحنا دولة لديها موارد كثيرة تقدر إن هي تحقق من خلالها التقدم والإزدهار، ولا إحنا دولة ما عندناش موارد؟ لا يا أكيد عندنا موارد، بس المشكلة لما نتكلم على الموارد يعني عارف حضرتك زي الغربال، الغربال لما تحط فيه مية ما هو ما فيش ما بيحتفظش بتوصل المية، الفتحات اللي فيه بيتسرب منها المية، التنظيم نفسه لا فيه. يعني اليابان ايه الموارد اللي عندها؟ الصين ايه الموارد اللي عندها؟ المانيا ايه اللي عندها؟ لا النمور الاسيوية ايه الموارد اللي عندها؟ لا اسرائيل ايه الموارد اللي عندها؟ رحنا لاسرائيل حتى. لا الموارد في التفكير وفي الإدارة، واحنا عندنا يعني ممكن نعمل كتير، بس احنا للأسف الشديد احنا عندنا بقى موارد، عندنا مساحة واسعة جدا في الأصل الأرض. احنا قاعدين على قدنا، مش اقل من 7%. عندنا بحر أبيض وبحر أحمر، عندنا النيل، عندنا قناة السويس، عندنا الرملة والمعادن اللي بتستخرج فيه. أهم حاجة العقل نفسه وحسن الإدارة. وفيه دكتور عبد السند، لو المصريين نزلوا ورشحوك توعدهم بإيه؟ هقول لحضرتك أوعدهم أولا الرجل المناسب في المكان المناسب، واحد. اثنين أن القطاع الخاص يطرق له المجال وفي الاستثمار، وتكون هناك قواعد عادلة للمنافسة بينه وبين أي قطاع آخر، حتى لو قطاع الحكومي أو العسكري. يجب ألا نخل بقواعد المنافسة العادلة. ليه؟ لو أخلينا بيها مش هيجي لنا استثمار أجنبي، وإحنا محتاجين الاستثمار الأجنبي. العدالة، بس العدالة في منتهى الأهمية. الحقوق والحريات كما نصت عليها المواد الدستور. نعيد تاني التوازن ما بين السلطات. أنا هدخل وأقول، أنا بقول أهي ذمتي المالية، وأنا داخل زي ما كتبتها وكل سنة بأعلنها ما يطرأ عليها. وأهم حاجة ممكن أول واحد أقول له، أطلب من التعديلات الدستورية ما ينفعش إن يبقى مدة رئيس الجمهورية 6 سنين، يا كانت 4 سنين وتعددت لـ6، ترجع تاني لـ4. حضرتك يعني عايز ترجع تاني فترة الرئاسية لـ4 سنوات مش 6 سنوات. سنوات نعم، وأنا هتكلم كعهدي أنا، يبقى المرحلة الجاية 4 سنوات. 4 سنوات. 4 سنوات نعم. ده وعد حضرتك بتقول للناس، انه وعدت القطاع الخاص ووعدت في العدالة والحقوق ان هي والحريات والتوازن بين السلطات والمدة الرئاسية تكون 4 سنوات مش 6 سنوات. نعم تكون 4 سنوات. هل شايف ان حضرتك عندك فرصة كبيرة ان شاء الله في النجاح؟ طيب انا ارى هذا الحقيقة. انا اتمنى ان حضرتك تكون ضيفي ان شاء الله قريبا، إن شاء الله. نفتح الملفات كلها مع بعض ونتكلم بالتفاصيل أكتر. أنا بتمنى لحضرتك كل الخير إن شاء الله. الله يكرمك. بشكرك جدا دكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. إدانا وعود كثيرة وإدى لحضراتكم وعود، لو نزلتوا انتخبتوا دكتور عبد السند يمامة بيوعدكم بالرجل المناسب في المكان المناسب، بيوعد القطاع الخاص بأنه هو هيقدر ياخد حقه وياخد مكانته، بيوعد أنه هيكون في عدالة، بيوعد أنه هيكون في حقوق وحريات، بيوعد أنه هيكون في توازن بين السلطات، وبيوعد
بيوعد انه الفترة الرئاسية هتكون 4 سنوات مش 6 سنوات. وده كان ملف الانتخابات وكان ملف مهم جدا، وبرضو هنفضل متابعينه مع حضراتكم طول الوقت. طيب دلوقتي في خبر لذيذ، خبر لذيذ، خبر حلو بقى يعني شوية ما بين الأخبار اللي احنا بناخدها دي، ناخد خبر نهدى بيه شوية. طيب دلوقتي الدنيا غاليت جدا، فظهر كده ان الحكومة خدت بالها ان في شوية سلع أساسية ما ينفعش يجي جنبها عشان ما يحصلش تفاقم، عشان الناس ده بالنسبة لها كتير قوي، فابتدت تاخد بالها انه في سلع أساسية عايزين ناخد بالنا ما نجيش جنب سعرها. طيب ايه اللي حصل؟ دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة شايف طبعا اللي بيحصل والتضخم اللي بيحصل وعارفين كل ده والارتفاع في الأسعار، ولكن اجتمع مع الحكومة واجتماعات مع الغرف التجارية انتهى بها الحال بتخفيض أسعار لسبع سلع أساسية من 15% ل 25%. سبع سلع أساسية منها الفول والعدس، منتجات الألبان كلها، المكرونة، السكر، الزيت، الرز، دول هينزلوا من 15% ل 25%، طبعا غير الدواجن المجمدة والحية والبيض وكذا وكذا. طيب قال لك ان احنا كل 6 شهور هنقيم، يعني احنا هننزل سعرها دلوقتي، تقال كده هينزل سعرها من 15% ل 25% لمدة 6 شهور، كل 6 شهور بقى هنقيم نشوف سعرها المفروض يبقى كام حسب اللي بيحصل في المرحلة اللي هياخدوا فيها القرار. ولكن خطوة جيدة ومهمة، خطوة جيدة ومهمة جدا في الوقت ده، في سلع أساسية الناس مش هتقدر تعيش من غيرها، لازم تكون متوفرة في أي بيت، فإن هي تتحدد أسعارها وتبقى على الكل ده مهم جدا، ده مهم جدا. طيب معانا دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالاستاذ مشاهد. اهلا بحضرتك. طيب دلوقتي القرارات اللي اتخذت دي قرارات من جيده، ولكن انا بحب دايما انزل على ارض الواقع وعلى اليه التنفيذ. يعني القرارات جيدة جدا ان في السلع السبع سلع اساسية هينزل سعرها من 15% ل 25% وهيتحدد سعرها كل 6 اشهر، ولكن على ارض الواقع بقى ده هيتنفذ فعلا ولا لا من وجهة نظرك؟ اتفضل يا فندم. نمرة واحد يا فندم، دلوقتي التضخم واثره على الاسرة المصرية مبرر لاسباب كلنا عارفينها متعددة، مش هدخل في تفاصيلها، حرب اوكرانيا والكلام كتير ده هو، ولكن هي غير مقبولة. لا مقبولة من الحكومة والدولة، لا مقبولة من المواطن، ولا مقبولة من القطاع الخاص، لأن القدرة الشرائية ابتدت تنخفض. أيوة. فتوافقنا، هي ما هيش قرارات، هو توافق بين الحكومة والقطاع الخاص. كل واحد فينا قام بدوره، حللنا الأول، شفنا إيه السلع شائعات الاستخدام الأساسية للمواطن البسيط، وقلنا هنشتغل على السلع دي اللي حضرتك ذكرتيها. وابتدينا نشوف كل سلعة من دول تكاليفها جاية منين، ايه التكاليف اللي مقدرش ألمسها، تمن الخامات بس بدفع جمرك. قرار فوري أثناء الاجتماع من دولة رئيس الوزراء إعفاء جمركي لمدة 6 أشهر لمدخلات الإنتاج. عندي مصاريف بدفعها أرضيات، جزء منها للشركات الأجنبية الشاحنة، دي مش في إيدي، ولكن في جزء بيدفع لهيئات كيس الدولة إعفاء. فكان في قرارات من دولة رئيس الوزراء، معالي وزير المالية، معالي وزير التموين، معالي وزير التجارة والصناعة، معالي وزير الزراعة، عشان أقفل المحابس بتاعة التكاليف اللي بحملها على السلعة في الآخر. اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إيه بقى التكاليف الزيادة دي يا فندم؟ عشان الناس تبقى فاهمة برضه. النهارده لو عجلت بالإفراج وطلعت البضاعة بسرعة مش هدفع أرضيات. لو دفعت أرضيات هيدفعها المواطن في الآخر. بالظبط. لو أنا النهارده بدفع جمارك على الخامات بيدفعها المواطن في الاخر، هي نعم موارد الدوله السياديه، ولكن في المرحله الحاليه في السلع دي كان لابد من وجود اليه. القطاع الخاص من جانبه سواء المنتجين والمستوردين توافقوا ان خلال هذه المرحله على ما نبتدي نحل مشكله التضخم بصفه عامه، وبالتالي تاثر على مستوى المعيشه والاسعار على النطاق العام، لازم ان انا اشتغل على هذه السلع، فتوافقوا المنتجين والمستوردين ان
لن يحملوا السلع بأي هامش ربح. في نفس الوقت السلاسل التجارية اللي لنا اجتماع معاهم وتوافقوا بأن هيحطوا صفر أرباح على هذه السلع عندما تتوزع في المنافذ عندهم. فدي الآليات اللي اشتغلنا بيها وقدرنا نحسب قد إيه وفرة هنحققه. البنك المركزي قام بدوره وهيوفر الدولار بسعر رسمي لهذه السلع عشان تبقى متوفرة بسعر أرخص. ده على فكرة ده لو اتحقق فعلا هيعمل معادلة جيدة جدا في السوق. قدرنا نوصل من 15 ل 25% على حسب المكون الأجنبي لسلعة خصومات ستبدأ من يوم السبت القادم إن شاء الله في كل الأسواق. اللي أهم من ده يا فندم إن لأول مرة بمبادرة من القطاع الخاص هيطبع الحد الأقصى لسعر البيع على السلع. ايوه يعني عشان حركه السؤال التالي كان هيكون الرقابه ازاي ونشوف ازاي. ايوه سعر مطبوع على السلعه وبالتالي من اكبر سوبر ماركت في القاهره بقال في اصغر قريه هيبقى مكتوب السعر على السلعه. طيب نفترض بقى لقينا السعر مكتوب على السعر على السلعه والتاجر برضو هيبيعها اغلى وده وارد يحصل. ده مخالفه قانونيه يا فندم. دي الاجهزه الرقابيه تشتغل ان احنا كلنا دوله وحكومه وقطاع خاص قمنا بدورنا. وحضرتك نتكلم بصراحه ما اقدرش اقول لك ان 100% من القطاع التجاري شرفاء، ولكن حضرتك ارجعي كده بالتاريخ 67 73 2011، اشك ان كان في سلعه ناقصه او حد استغل الظروف. احنا ما بنتكلمش انها ناقصه يا فندم، احنا بنتكلم على سعرها ان هو يبقى مناسب للناس. ما بنتكلمش على ان السلعة موجودة ولا لا، احنا عايزين السلعة تكون موجودة وسعرها مناسب للناس وخاصة السلع الاساسية اللي هم ما بيقدرش يستغنوا عنها. احنا الخصومات اللي بتتعمل دهيت يعني حضرتك عارف على طلعة المدارس في موسم المدارس حاجات كتير جدا ارتفعت، المنتجات الالبان الفراخ البيض. هي ملهاش علاقة بطلعة المدارس، هي ليها علاقة بالاسعار العالمية وبالاتاحة. الحاجة المهمة توفير الكتير للعمله الاجنبيه لاستيراد الخامات هيبقى عندي اللي اهم من ده هو الوفره. ان السلعه متوفره بكميات كبيره، ماركات متعدده بتتنافس مع بعضها، ولكن المهم في هذه المرحله ان انا اقدر اوفر هذه الخصومات لفتره طويله. يعني ده رئيس الوزراء القرارات اللي بتخذت 6 أشهر وتراجع مره اخرى، هناك اجتماعات اسبوعيه هتتم للمتابعه. املنا ان خلال ال6 أشهر دول يكون قدرنا نعدل شوية من الموقف الاقتصادي، حدينا من التضخم. أيوة. وبالتالي مثل هذه المبادرات ما لهاش لازمة بالزبط. إنما إلى ذلك الحين لازم أعمل هذه المبادرات طبعا. أنا عاوز أطمن حضرتك يعني إحنا شغالين مش بس في التوجه ده، أنا عندي بعد بكرة جاي 150 مستثمر إيطالي مع نائب رئيس الوزراء جاب لهم منتدى أعمال مع دولة رئيس الوزراء. هدفنا جذب استثمارات، خلق فرص عمل، تعميق الصناعة، الحد من الاعتماد على الاستيراد، وكل ده هيخلي الخصومات اللي بنتكلم عليها بقت هي الطبيعي. ايوه تمام. انا بشكرك جدا دكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجاريه. طيب وده كان ملف نتمنى ان هو يحصل، يعني يتمنى ان هو ده فعلا يتحقق، لانه الناس في كده سلع رئيسية ما بتستغناش عنها لازم تكون موجودة في كل بيت. فنتمنى ان ده ان شاء الله آلية تنفيذه على ارض الواقع تكون قوية. طيب دلوقتي بقى الملف الثاني، طبعا يمكن حضراتكم كتير قريتوا النهاردة ان وكالة موديز اعلنت انه الاقتصاد المصري دخل في دائرة الخطر مع نظرة مستقبلية مستقرة. معناه ايه الكلمة دي؟ ممكن يتحسن. نزل من B3 لCAA1 مع نظرة مستقبلية مستقر. ممكن يتحسن. المشكلة فين بقى؟ المشكلة ان التصنيف ده يدخلك انت في مرحلة خطر جدا. ده معناه بالظبط كده كأنك بتقول رسالة للناس اللي بره مصر، للمستثمرين اللي بره مصر، ان الوضع الاقتصادي في مصر والوضع ان انت تيجي تستثمر في مصر مش في افضل حالاته. ده طبعا بالنسبة لنا خطر جدا. ولكن انه هو يتكتب مع نظرة مستقبلية مستقرة، ده معناها ان
لو انتوا عايزين تحلوا الامور الاقتصادية ممكن تتحل، ممكن تتحل. طيب معايا مين يا جماعة؟ طيب معانا الخبير الاقتصادي فرج عبد الله. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب احنا دلوقتي مودز دخلتنا كده في حته مش ظريفه، وانا بقى مش هطلع اقعد اهاجم واقول ليه ودي مؤامره وكلام، ما بفهمش الكلام ده اصلي، فانا احب احلل. فليه ليه ده حصل يعني وده معناه بالنسبه لنا ايه، والكلمه اللي اتزودت في الاخر مع نظره مستقبليه مستقره، فتحليل حضرتك ايه؟ اتفضل يا فندم. بكل تأكيد يعني تصنيفات الوكالات الائتمانية العالمية بيكون لها بعض المعايير. أيوه. من ضمن هذه المعايير قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، والالتزامات قصيرة الأجل وضعها يكون عامل إزاي، إضافة إلى يعني بيكون لها علاقة بشكل مباشر بسوق النقد الأجنبي في الداخل، بتراقب بشكل جيد بحيث أنها تدي في النهاية خالص انطباع للمستثمرين زي ما حضرتك تفضلت. ايوه. زي ما جاء في التقرير وحضرتك تفضلتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ده معناه انه هيكون في مراجعة قريبة للتقرير ده، وانا في توقعي انه في القريب العاجل هيكون في تصحيح مرة تانية للمستوى اللي احنا كنا عليه في التصنيف. ايه اللي هيصححه؟ هل احنا هنغير اوضاع معينة عندنا فهيتصحح؟ الدليل على كده يا فندم ان احنا عندنا الطروحات اللي قامت بها وزارة المالية مؤخرا، السندات الدولية، على عكس هذا التصنيف جاءت بانه كان فيه قبول نسبي غير مشهود من 3 شهور او 4 شهور. فاذا رغم انه يكون فيه تصنيف بالشكل ده الا انه فيه قبول، فاذا هناك فرصة لإيجاد تمويلات طويلة الأجل في الفترة المقبلة. فاذا في دولارات موجوده، في اجراءات ائتمانيه الدوله بالفعل حصلت عليها من الطروحات الاخيره. طيب انا بس انا 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 انا, أنا في خبر تاني عايز اقوله وحضرتك معايا، يا ريت بس خليك حضرتك معايا. يعني دلوقتي في، لو حضراتكم عارفين، بعض البنوك المصريه ابتدوا يبعتوا للناس على الهواتف بتاعتهم انه الفيزا، بما معناه البطاقات بتاعتكم مش هتقدروا تستخدموها بره مصر. يعني لو انا سافرت بره مصر ومعايا البطاقه بتاعتي بتاعت البنك بتاعتي اللي فيها الفلوس بتاعتي اللي فيها فلوسي، انا ما اقدرش ان انا اصرف منها بره، مش هيحصل. الحل عشان اسافر بره ان انا لازم يبقى معايا فلوس كاش، ده بما معناه هو ده اللي حصل. فطبعا الموضوع ده برضو يقلق، يعني يقلق. يعني لو احنا بتكلم على البنك العربي الافريقي الدولي وبتكلم على المصرف العربي الدولي سي اي بي، يعني حضرتك طبعا على علم بهذا الكلام. نعم، يعني الرساله دي بشكل كبير جت على نطاق واسع، وهي جت لي انا شخصيا كمان يا فندم على فكره. نعم، يعني هي برضو احنا خلينا برضو نبقى متفقين انه في فتره قريبه مش بعيده، في فتره ما حصلت الدروب اللي حصل في سوق النقد الاجنبي، كان في ممارسات غير جيده من ايوه مع حضرتك يا فندم. الو طيب، يعني لا، ما ده موضوع مهم كنا عايزين بس افهمه. حاولوا كلموه مره تانية. دلوقتي في رسائل اتبعتت على الهواتف بتقول انه من 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 بعض البنوك انه اللي معاه الفيزا بتاعت حضرتك، البطاقة بتاعت حضرتك بره البلد مش هتعرف تصرف منها حاجة، كأنها مش موجودة، كأنها كارت عادي. فده طبعا شيء يقلق وشيء مش يعني شيء يخلينا نفكر. يعني معانا الخبير الاقتصادي فرج عبد الله، اتفضل يا فندم. يا فندم، ده اجراءات تنظيمية بيقوم بها البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك العاملة في الدولة، نظرا لي زي ما قلت لحضرتك انه كان في فترة سابقة كان في اجراءات غير جيدة من او تصرفات من بعض مستخدمي هذه الكروت، ويمكن احنا رصدنا وشفنا الكلام ده على نطاق واسع في استخدام هذه الكروت بشكل غير جيد في الخارج. يعني ايه بشكل غير جيد؟ بمعنى ايه يا فندم؟ بفندم كان في ممارسات من بعض المتعاملين في البنوك، بيجمع الكروت دي ويطلع بره يسحب دولارات على
على على على حسابات هذه الكروت ويجي هنا يبيعها في السوق السوداء بارقام اعلى من السوق. وكان في ممارسات غير طبيعيه وغير جيده. فاذا الاجراءات دي اجراءات تنظيميه بيقوم بها البنك المركزي مع البنوك العامله في بس الدوله. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني في بعض الناس بتلجا لهذه الحيله لان في ليميت حضرتك عارفه، في حد ادنى تقدر تسحبه ممكن ده ما يكونش كافي بالنسبه له، فبيضطر ان هو ياخد معاه كذا كارت عشان ما يقعش في مشكله هناك. لا ما هو ان كان على الوجه ده يعني ده معذور عليه. حضرتك بتتكلم على حاجه تانية، حضرتك بتتكلم ان في ناس بتروح تسحب مبالغ كبيره جدا. طبعا طبعا دي بتبقى في حدود ضيقه، اللي هو بيستخدم شكله كروته الشخصيه، يعني دي فلوس. ما هو ما هنا برضو هيسالوك ما هو برضو هنا هيسالوك، ما هو لو الدولار في البنك نفس السعر الدولار بره، طب انت فين المشكله؟ ما هو الفكرة يا فندم ان احنا عندنا يعني الازمة دي متراكمة بقالها فترة، والدولة عاكفة على ان هي تحل جزء كبير منها، ومتوقع. طب هل ده وقف فعلا دلوقتي؟ يعني هل ده وقف فعلا دلوقتي؟ ده واقف لمرحلة ولا ده كده ده اللي هيحصل بعد كده على طول؟ ما استخدمش يعني كده حضرتك بتوقف بتشيل السياحة بره، يعني الناس اللي هتسافر بره بتسافر ازاي؟ هو اجراءات تنظيميه اجلها ما بيتعداش الاسبوعين او الثلاثه، بيكون لهدف اجراء معين او تصحيح حاجه معينه. وبعد كده الامور بترجع تاني. انا برضو مش متخصص في المصارف بشكل اساسي عشان اقدر اوضح لحضرتك الاجراء ده تم ازاي. أيوه. ولكن هو هدفه الاقتصادي ان هو يضبط العمليه اللي ممكن تتم بشكل ليها اثار على سوق النقد الاجنبي. أيوه. وانا يعني متفائل جدا رغم التقارير الدولية، إلا أنه في يعني شق أمل كبير موجود نظرا للطروحات اللي الدولة قامت بيها خلال الثلاث شهور اللي فاتت دي، ويمكن من أسبوعين كان في تغطية بشكل جيد ما كانتش مسبوقة من ثلاث شهور. بالإضافة طبعا إلى أنه متوقع جدا الفترة اللي جاية أنه مع دخول مصر تكتل بريكس أنه يكون في انفراجة كبيرة في ملف الاستثمار الأجنبي المباشر مع الصين، وبالتالي يدي فرصة أكبر لتصحيح سوق النقد مرة تانية لوضعه الحالي. برضو خلينا نشير برضو من خلال حضرتك إلى أن السعر الحقيقي قد إيه بالنسبة للدولار في السوق، والسعر اللي موجود في السوق قد إيه. ده إحنا عندنا مبالغات في سعر الصرف الأجنبي، يعني سعر الصرف اللي موجود حاليا لو نيجي نقيسه بالقيم الحقيقية للجنيه هنلاقي أنه لا يتخطى بأي شكل من الأشكال 34 أو 33. على الرغم من كده الى انه المضاربات اللي موجوده في سوق الصرف بتقول انه ممكن يوصل ل 40 ويوصل 39. ليه؟ لانه الازمه اللي مر بيها الاقتصادات الناشئه بشكل كبير بسبب الفدرالي الامريكي ورفعه لاسعار الفائده المتتالي دفع بشكل كبير الى خروج الهوت ماني وجزء من الاستثمارات اللي موجوده من هذه الاسواق الى امريكا مره ثانيه، وده كان مقصود الحقيقه يعني في اعتقادي عشان يقدر يحافظ على قيمة الدولار في هذه الأزمة العالمية اللي بيمر بها العالم. طيب أنا بشكرك جدا خبير اقتصادي فرج عبد الله، وده كان ملفه، كان ملف مهم طبعا، يعني الناس كانت قلقانة أي حد هيسافر برة مش هيعرف يصرف من الفيزا بتاعته، أكيد يعني موضوع غريب، ولكن هو لو على قد إجراء بيتاخد لمدة أو لفترة زمنية قصيرة وبعد كده نرجع مرة تانية ماشي، ولكن هنعرف مع بعض برضو كل حاجة بتبان مع الوقت. طيب ده كان ملف. في ملف معلش أخير يا جماعة عايز أخده صراحة، مش عارف أروح الفقرة غيرهم عايز أخده. يعني طيب كلنا متابعين الملف الفلسطيني ومتابعين اللي بيحصل في غزة، وكلنا قلوبنا مع أهالي غزة، وكلنا قلوبنا مع فلسطين، ولكن الحقيقة أن كان في مشاهد جميلة جدا 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 حصلة. الشعوب بقى والناس اللي مش ملوثة سياسيا واللي ما عندهاش أي أغراض واللي ما عندهاش أي أهداف، يعني دايما كنت بقول الدول بتطبع، السياسيين بيطبعوا، الشعوب ليها آراء تانية، الشعب بيبقى ليه رأي تاني. ما بتكلمش على الشعب المصري بس، بتكلم على الشعب المصري وبتكلم على الشعب المغربي وبتكلم على الشعب التونسي. فكان في مشاهد جميلة جدا في الجامعة الأمريكية لشباب مصريين بيهتفوا باسم غزة وبيهتفوا باسم فلسطين. دايما هم كانوا بيراهنوا على الأجيال الجديدة، دايما هم كانوا بيراهنوا على الأجيال الجديدة، إن الأجيال الجديدة دي مش هتبقى فاكرة، مش هتبقى عارفة، ما شافتش محمد الدرة، ما شافتش المجازر اللي حصلت، ما شافتش الناس اللي اتهجرت من بيوتها.
دايما بيراهنوا على الجيل الجديد انه مش فاكر ما شافش، لكن الظاهر ان حتى الاجيال الجديده لا بتدور وعارفه وعندها وعي وفاهمه من قلب الجامعه الامريكيه. تعالوا نروح نشوف المشهد ده وارجع اكمل معاكم مره ثانيه. جاهز يا جماعه معاكم؟ طيب لا جهزوا المشهد من الجامعه الامريكيه. وكمان كان في جمهور الرجاء المغربي، وكان يعني مشهد في المدرجات يعني مرعب جميل رائع، ان العدد الكبير جدا، الهتاف اللي كله مع بعضه، الهتاف لفلسطين والغزة، ومدى الحب ومدى يعني شوية شباب، يعني تقول اهو ادي الاجيال الجديدة اللي انتوا بتراهنوا عليها، ادي الاجيال الجديدة اللي انتوا بتراهنوا عليها، كلهم لسه اجيال جديدة، كلهم لسه طالعين. لو بتكلم عن الجامعة الأمريكية أو بتكلم على جمهور الرجاء المغربي أو الترجي التونسي كمان، والأهلي المصري أكيد، الأهلي المصري طبعا، الأهلي المصري يعني جمهور الأهلي المصري في أي موقف بيخص فلسطين بتلاقيه واقف وبتلاقيه بيهتف وبتلاقيه مش مرة ومش اتنين ومش تلاتة ومش عشرة، كتير جدا. حتى فريق سلتيك الاسكتلندي كمان هتف باسم فلسطين وهتف باسم غزة. فده اللي انا كنت بقوله لحضراتكم، ان هما دايما بيراهنوا على الاجيال الجديده، ولكن الاجيال الجديده بتشوف وبتعرف وبتدور، والام بتقول لبنتها وبتقول لابنها وبتربيهم وبتقول لهم لا ده حصل واحد اتنين تلاته، والتاريخ واحد اتنين تلاته، فمهما حصل ده هيختفي ازاي؟ هيروح ازاي؟ بتقولوا بنطبع مع كذا وبنطبع مع كذا طبعتوا مع الشعوب؟ طبعتوا مع الشعوب؟ عملتوا ايه في قطر لما رحتوا؟ شفتوا الناس الشعوب استقبلتكم ازاي؟ الشعوب العربية مع ان انتم مطبعين، الشعوب العربية استقبلتكم. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. طيب هي انا حابين نشوف بعض المشاهد دي، ولكن تعالوا نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم مره تانية. قبل ما ارجع لكم هنكون فرجنا على كل المشاهد. اتفضل. مشاهدينا رجعنا لكم مره تانيه في ملفات، ودلوقتي طبعا احنا بما اننا في قناه هي ودايما بنهتم ب اي شيء يخص المراه، وبنكون سعداء جدا ان احنا نشوف المراه بتمسك مناصب كبيره وبتقدر ان هي تكون مؤثره بجميع الاشكال في اي مجتمع هي بتكون موجوده فيه. ليبيا دولة شقيقة وتهمنا جدا أحوالها السياسية والاقتصادية، ويتهمنا أحوال المرأة كمان هناك وإيه اللي بيدور هناك دلوقتي. النهاردة منورني في الاستوديو، منوراني في الاستوديو النهاردة وزيرة المرأة الليبية انتصار عبود، منوراني النهاردة، هفتح معاها ملفات كتير جدا تخص ليبيا إن شاء الله. منوراني يا فندم. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. طيب أهلا وسهلا. مبدئيا كده لازم أسألك عن الوضع في ليبيا دلوقتي شكله عامل إزاي؟ السلام عليكم. بداية نحب من هذا المنبر أترحم على الشهداء أخوتنا في درنا المصاب جلل والفقد أعظم، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من هذا الحدث اللي صار في مدينة درنا بنجاوب على السؤال حضرتك اللي هو بخصوص وضع ليبيا. درنا ليبيا بصفة عامة شبه مستقرة، ودرنا لما تشمل الليبيين كانت على قد ما كان الحزن كبير وألم كان كبير، فكانت فزعة كل الليبيين من كل المدن الليبية من طرابلس شرقها وغربها والجنوب كلهم جمعتهم درنا. الحروب عمرها ما جمعتنا، الأوضاع السياسية ما جمعتناش، الصراعات كذلك على المناصب ما جمعتناش، فكانت درنا الأزمة اللي هي صارت في درنا
يعني هي كان في شرخ في النسيج الاجتماعي عندنا طبعاً. طبعاً. بس درنا رجعت الحمد لله التحمت هذا النسيج، وكان ممكن هو الشيء الوحيد اللي هون علينا في أزمة درنا، إن شفنا ناس كانوا ما يقدروش يدخلوا مثلا المنطقة الشرقية وكذا، يعني خوت التموا ورجعوا من جديد، والحمد لله الوضع حاليا شبه مستقر. وحنية توا إن شاء الله في القادم أفضل يكون، ممكن في خطوة، ممكن تكون في حكومة توحد كل الليبيين، والحكومة هذه هي اللي بتكون ممكن في تسألي ممكن سؤال تاني هو بخصوص الانتخابات، الحكومة هذه هي اللي بتكون تشرف على الانتخابات إلى حين انتخابات رئاسية، إلى حين يطلع الرئيس المنتخب اللي بيوحد ليبيا. بقى لها قد إيه بدون رئيس؟ هو دائما رئيس حكومة، رئيس مجلس وزراء من فبراير، ما فيش رئيس، كان في أوني المجلس الانتقالي، بعدين المجلس الوطني. هي المرحلة الانتقالية طولت جدا، طولت جدا نتيجة الصراعات هذه ما بين الشرق والغرب، وبالعكس زي ما حكيت لك إن أنا نشوف في نظرة إمتى هيكون في انتخابات على الأرض، وإمتى هيكون في رئيس حقيقي لليبيا وحكومة موحدة لليبيا بتجمع الشمل للجميع، لأنه ده هيكون بسببه في استقرار، لكن طول ما هو ما فيش حكومة واحدة حكمة، وطول ما هو ما فيش رئيس واحد موجود، فده أكيد بيعمل نوع من أنواع عدم الاستقرار. شوف استاذة، هو تول احنا لينا سنوات نتكلموا عليه حكومة موحدة، والله غالب ما صارتش بسبب الصراعات السياسية، إنها دائما يطلع شخص غير مرضي من الطرفين فبتخلق هذه المشكلة اللي هي الصراعات. نشوف في المجتمع الدولي ونشوف في المجلس الأعلى للدولة وكذلك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في اتفاقيات وفي قوانين اتخذت حاليا، وكذلك الأمم المتحدة وباتيلي يشتغلوا كلهم في يعني في داخل دائرة واحدة لاستخراج حكومة موحدة توحد كل الليبيين، وعن طريق هذه الحكومة هي اللي بتشرف على الانتخابات اللي هي الرئاسية، اللي بيكون رئيس منتخب من قبل الشعب، يعني مش من قبل تدخل من المجتمع الدولي أو حاطة رئيس مجلس النواب أو مختارين النواب أو جهة معينة دافعة به. فهذا احنا نبغى نديروا حكومة جديدة تشرف، حكومة لازم تكون على يعني موحدة لكل الليبيين، موحدة للكل. الحكومة هذه هي اللي بتشرف على الانتخابات، سواء كانت انتخابات رئاسية أو انتخابات، لو هو توا العين كلها على الانتخابات الرئاسية. هي طالبين كشعب احنا يطالبوا حتى بالانتخابات البرلمانية. فهذا الطبخ السياسي اللي يحدث الآن، اللي هو في إن نوصله لحكومة موحدة عن طريق الأسام اللي كنت نحكي لك عليها، النواب والمجلس الدولة وكذلك الأمم المتحدة باتيلي. التدخل الأجنبي ده سببه إيه؟ هل هو صراع على النفط؟ النفط الموجود في ليبيا هل هو صراع كبير عليه، ففي ده تدخل أجنبي بشكل كبير في الشأن الليبي؟ في من يرى أن ليبيا لما تقوم بالضرة يعني يشوف فيها مضرة ليه من بعض الدول. ليبيا يعني تتميز بمناخ معتدل، تتميز بموقع هو بوابة أفريقيا، موقع استراتيجي، فيها يعني زخم من الخيرات، سواء نفط سواء أراضي زراعية سواء صحراء طاقة شمسية، بس ما فيش من أو النفط، ما حكيت لك قلت لك والنفط ما فيش الاستثمار ناقص. لو أن هي تستثمر ليبيا أرض خصبة، لأن هي تصبح دولة يعني لا تقل عن الدول المتقدمة. ففي من خائف من أن ليبيا تقوم، وفي إن شاء الله خير. ما إن شاء الله خير، أنا ما نقول أنا متفائلة أن أنا القادم يكون أفضل بإذن الله. فممكن اللي حصل من الدول الخارجية طبعا فيها نفط، فتكون في حراسة دولية على هذه الثروة، يعني لأن باعتبار أن ما فيش أن الدولة مقسومة بالضبط، طول ما هي الدولة مقسومة هيقدر التدخل الأجنبي يكون أقوى، لكن طول ما الدولة موحدة هتقدر تقول التدخل الأجنبي لا بعد إذنك كده شوية ده ما يخصكش، ما يخصكش، لازم يكون في رادع أقوى.
فبيكون بيتدخلوا اللي هو الدول الخارجية. لكن لما أنا نتوقع إن شاء الله لما ينتخب رئيس منه ويكون موحد لكل مدن ليبيا بإذن الله. حتى إيه مواصفات الرئيس ده اللي ممكن يوحد كل ليبيا؟ إنه هو يكون عادل، والله يكون عادل ما بين المدن. أنا طبعا رغم يعني ليبيا ما بس ما زرتش كل المدن الليبية في وقت ما نمسك وزارة، فأنا ما كنتش نعرف إن في مدن منتهية. في لما أصبحت وزيرة كانت عندنا رحلات عن طريق مع الرئيس ورحلات وزارية كده، نحن نتفقدوا بعض المدن، فاستغربت إن إحنا دولة نفطية فيها مدن بهذه الطريقة، يعني بأبسط الأمور الطريقة الغير متقدمة، نهائي. مدن ما فيهاش أي تقدم نهائي، البنية التحتية ما فيش بنية تحتية. طبعا الحاجة هذه من قبل 2011. أيوة طبعا. إيه فما فيش، أنا كنت فاكرة إن فيه، يعني ما كنتش، ما فيش مدارس، مستشفيات، طرق، يعني أن مجرد ما تجي مطر أو تجي كده، يعني أكبر دليل درنا اللي حدث لدرنا، اللي حصل في درنا ده كان بسبب سد من السدود بس كانت اللي هي الزوبعة هذه اللي الفيضان كان قوي، فحتى هو ساهم البحر مش السد بس. والسد طبعا ما فيش صيانة، ورغم كان على حسب ما هو توا يعاقب على أساس مسك العميد وبيتعاقب على عدم الصيانة، على عدم الصيانة لو مفيش صيانة للسد، ده أمر خطير جدا. عندنا سدود أخرى، يعني نتمنى من هذا المنبر إنهم يهتموا به باش ما تكررش الكارثة مرة أخرى. طبعا يعني، والمشكلة السدود يعني في مدن داخل طرابلس، يعني في منطقة اسمها الهضبة وبوسليم في سد غادي، يعني نتمنى ان هم يصينوه باش احنا ما تتكررش عندنا الازمه هذه الانسانيه اللي صارت. هذه من ضمن الاهمال اللي نحكي عليه، يعني نبي رئيس اني لما يجي يخدم بنيته، يخدم بلاده. طبعا للاسف مرات يجي رئيس ويخدم دوله اخرى، ويخلي يعني انت تقعدي توكلي في صغار جيرانك ومخلي صغارك جعانين. فاحنا هي يعني نتمنى الرئيس يوكل شعبه، يعني من ناحية مش هي راهو وكال، يعني لما نحكي لك عليه يعني أكل البنية تحتية في البلد، يبني مدارس، يبني مستشفيات، يغذي شعبه، مستشفيات، صحة، تعليم. طبعا ليبيا دولة غنية، دولة مش فقيرة. طبعا طرق، أسواق، مولات، حاجات، يعني احنا تو عندنا حتى المولات يعني أصبحت شخصية، يعني مش مول يتبع الدولة مثلا كبير، أي مجهودات شخصية، مجهودات شخصية يعني، وهي مقابل إن هي دولة غنية، يعني ممكن مع احترامي لك يعني تكون أفضل حتى من مصر، يعني كمقارنة في النفط. بتتكلمي عن النفط؟ عن النفط، لكن طبعا مصر دولة، يعني احنا دلوقتي حتى في البنية التحتية تطورنا بشكل كبير جدا، والمشاريع لا ما شاء يعني احنا الله تبارك مصر الرحمن. في البنية التحتية والمشاريع رحنا في منطقة ثانية خالص، ما شاء الله ما شاء الله. فاحنا الوضع شوفي، لكن انتوا كنفط طبعا كنفط موجود في الارض، طبعا انتوا بنتكلم في خليك حاجة في تانية، في فلوس كتير جدا، يعني خليك حاجة تانية، انت يعني لا مقارنة حتى في التعداد السكاني. طبعا لما انت بتشتغلي على بنية تحتية لتعداد بسيط بيكون أسهل. طبعا انت لما بتشتغلي على مدينة تشتغلي على متطلبات كم نسمة في داخل المدينة هذه. مثلا أنا داخل المدينة هذه بنشتغل مستشفيين، بندير 4 مدارس، لأن العدد بسيط. فهمتي؟ يعني حتى الشغل على ليبيا بيكون بسيط. مش بسبب شيني نحن 8 مليون وقبل الثورة كنا 5 أو 6 مليون. فمثلا تشوفي مستشفى تلقيه في طرابلس مستشفى واحد مركزي، لا مفروض يكون عندنا، يعني نطالب الرئيس طبعاً لما يجي يكون مثلا يسخر الموارد الليبية لأهل ليبيا. يعني شوفي حتى المدارس، يعني مش بالمدارس اللي هي بالشكل المطلوب، لدرجة إن كل الأهالي اتجهوا للخاص. طبعا ايه تجوا للخاص، فأنا أو بيعلموا أولادهم برا أصلا، يعلموا أولادهم برا. يعني وتعليم اللغات الأجنبية مثلا مش زي لما تعلمها في الخاصة. العامة
حقوقه الخاصة يهتموا أكثر، يعني حصص حتى الحصص ياخذوا أكثر. فاحنا نتمنى التعليم يكون موازي للخاص. هذه أقل المتطلبات. أنا نتكلم، أنا والله ما نتكلم حتى على ناطحات سحاب، ولا نتكلم على متطلبات المواطن الليبي البسيط، إنه هو يتوفر عنده سكن. حتى من هذا المنبر أنا في أزمة درنا نتكلموا على العلاج النفسي للأهالي اللي أصابهم هذا الضرر. أول شيء أول شيء يعالج قبل أنك أنت تجيب دعم نفسي وتجيبي فريق طبي، إن إحنا دولة نفطية، إن إحنا نوفروا سكن لهذه العائلة. طبعا يعني لما أنت العائلة تسكن في مدرسة. طب أنا لو سألتك دلوقتي الموارد الليبية اللي موجودة والنفط اللي موجود، مين مسؤول عنه دلوقتي في المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ استضيفي وزير النفط والاقتصاد يحكي لك هذه التفاصيل. خليني من الناحية الإنسانية والمرأة أكثر، وتكلمت على فكرة، أنا طلعت من وزارتي، يعني نتكلم حاليا من هذا المنبر كمواطنة ليبية، نطلب زيني زي المواطنين الليبيين. أنا بسألك كمواطنة ليبية، كمواطن النفط موجود في طرابلس، المؤسسة الوطنية النفط موجودة في طرابلس، يعني تدار من داخل العاصمة طرابلس، بس هي اللي أنا اللي ديما يعني أنا نتكلم يعني على حاجة محيرتني بحكم زيارتي لكل المدن في ليبيا ولأول مرة لما مسكت أنا وزارة. هو النفط موجود إداريا وماليا يطلع من طرابلس، لكن في وجود الخام كأرض موجود في مدن، أكثر مدن تعاني من الفقر، عايشين على فوق نفط والمعيشة ما كنتش نعلم. لما نمشي نلقى سكان في اللي يقول لك يعني أنا ما نبيش إلا معاشي ينزل في موعده بس وهو تحت نفط. فأني هذا اللي لما قلت لك نبي رئيس عادل أعدل، في ناس عايشين فوق النفط وما مش وصلهم سعره، يعني مش وصلهم مليون حق فيه كل الليبيين. طبعا كل الليبيين يعني لو نتكلم مثلا عن المملكة العربية السعودية وما برضو عندهم نفط، لكن الشعب بتاعهم الحمد لله وعايش كويس، عايش وعنده كويس كل أيه. الخدمات وبيتطور وبيشتغلوا عليه أكتر. يعني الشعوب اللي عندها نفط دي نعمة كبيرة، الحمد لله، ومدخل دخل للرزق كبير جدا. فإزاي يكون دولة فيها كم النفط ده ولكن شعبها ما عندوش أي دخل، او تعبان، او البنيه التحتيه مش قد كده؟ فطبعا دي هو الدخل عندهم بالذات توا في تحسين المعاشات، عندهم للامانه يعني عندهم معاشات كويسه. لكن مشكلتنا في البنيه. مشكلتنا لما تجي انت تدخلي احيانا لحي سكني، يعني في منطقه في الشرق بالصفيح، منطقه اسمها السلك، تبعد عن مدينه سلوك 30 كيلومتر، معموله بالصفيح من عهد النظام السابق. من عهد النظام السابق الحقول النفطيه متصينتش، لا لما مشينا درنا زياره الحقول النفطيه لها 30 سنه ما تصينتش، وهي تنتج في الفلوس، هي نجاملوها احنا نصينوها. انا هذا اللي نطالب به، راهو ما نطالبش مثلا، هو شعب عنده كل شيء يعني كمعاش يخلص وكذا، في تاخير في المعاشات، لكن المعاش بدا احسن من قبل. ممكن كنا احنا مثلا نخلص 600 تاخذي توا 2000، المعلمه كانت تاخذ في 1000 تاخذ قريب في 2500 و3000، فهمتي كيف؟ تحسن. لكن مقابل انك انت علاش احنا نجو لمصر ونجو لتونس وفوقت عندنا مساحات من الارض وعندنا فلوس طبعا. وعندنا ناس متعلمه، عندنا بنات واولاد ويعني رجال متخصصين ان هم يشغلوا مستشفيات ويشغلوا مدارس ويشغلوا كذا، احنا نستفيدوا من انفسنا طبعا. فهو طيب. هذا المطلب اللي لو تكلمنا عن وضع المراه الليبيه، الست في ليبيا عاملة ايه، احوالها ايه، بتوصل لمناصب كويسة، محتاجة حاجة في بيتها؟ يعني في البيوت اكتر حد بيعاني لو في مشاكل، واكتر حد بيشيل، واكتر حد موجود هي الست. المرأة الليبية وضعها ايه دلوقتي؟ طبعا المرأة الليبية تختلف، في المرأة العاملة، في المرأة القيادية، في ربة بيت،
وليبيا نشوف فيها في السنوات الأخيرة ما بعد الثورة، بالذات في الحكومتين الأخيرات هادو مسكت المرأة يعني إيه. عندنا قريب 4 أو 5 وزيرات في الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، في حكومتنا احنا عندنا وزيرتين، عندنا عدد من النائبات في البرلمان، بس الكوتا أقل متاع النساء أكثر. هتكتر مع الوقت إن شاء الله، هتكتر مع الوقت إن شاء الله. لا الحمد لله نشوف في السنوات الأخيرة وجود المرأة أصبح أكثر وضوح يعني من قبل. طيب لو سألتك على مشروع إنصاف. طبعا هذا مشروع إنصاف اشتغلت عليه وزارة الدولة لشؤون المرأة اللي هي تتبع لي، فكانت برعاية مع الاتحاد الأوروبي ولمدة أسبوع، كانت دورة مكثفة، فاخترت من النساء بعض النساء القياديات يعني يكون فيهم استثمار للمستقبل القادم، في حين إن هم يقدروا يثبتوا وجودهم في اتخاذ القرار السياسي. يعني المرأة يعني الدورة هذه كانت يعني حتى كيفية ترشحها، في يعني احنا اصبح عندنا نساء ترشحوا، 2 نساء ترشحوا على الرئاسة ايه، وكذلك على البرلمان، فكانت الدورة هذه تهيئ المرأة في 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 قيادتها مستقبلا. سواء يعني مشروع انصاف، انصاف وانصاف وتكافؤها اجتماعيا من الناحية أو لازم تحت خطين، العمل وليس الدين. تنصف الرجل في العمل وليس الدين. الدين الرجل قصدي أحيانا يقولوا لي حتى في الميراث يتكلموا إنصاف المرأة وإنصاف يعني من ضمن مشروع إنصاف، لا بالنسبة للميراث نحن مستحيل ليبيا تطلب بالعدل ما بين الرجل والمرأة، لأن هذا مذكور في القرآن الكريم، الحلال مبين والحرام مبين، فأنا ما نقدرش نخش في شريعة الله. لأنه في ناس اتكلمت أنه يعني طلعوا علي إشاعة في السوشيال ميديا نايمة ولا أعلم بأي شيء ولا تكلمت، طبعا هذه كانت العام الماضي، العام الماضي مش الحالي، وإنصاف كانت من شهرين. لا لكن تونس مثلا نفذت قرار زي ده، تنفذ بس أنا نحكي لك على وضع يعني وارد أنه هو. بصي أقول لك حاجة، ليه في ناس ساعات بتفكر كده؟ لانه كل وقت ولي أدان. لا 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 مستحيله، لا ما تغيرش في شريعه الله. الناس اللي بتفكر كده بتعمل ايه؟ يقول لك مثلا زمان كان الراجل اللي بيورث زي الست مرتين بيصرف عليها وبيبقى مسؤول عنها عشان كده بيورث اكتر لان هو مسؤول عنها، ولكن دلوقتي في احيان كثيره ما بيبقاش مسؤول عنها. هي مش القصه هنا، هي القصه هي حاجه من عند الله، ممكن عبره عند الله. فانتوا مش هتيجوا جنب الناحيه دي، ولكن انتوا عايزين تعدلوا ولا نعدل؟ كيف نعدل؟ كاني انا خشيت دي في النقاط الأخرى. خلاص إيه اللي أنتوا عايزينه أنه هو يحصل؟ مثلا المرأة لو أنا عندي أحد النساء، نعطيك مثال، تخدم في يعني مهندسة في الحفر الأبار النفطية، قرت وحضرت وكملت وكل شيء، نعرفها شخصيا اسمها وفاء، لما جت بتشتغل قالها لا هذه الشغلانة للرجل، وهي هوايتها في حفر الأبار النفطية وكذا كذا. احنا لما نطالبوا انها تكون المرأة موجودة في هذه المجالات، مرأة عندي، مرأة تانية صديقتي اسمها المهندسة نسرين، فهي في المهندسة كهرباء في الطاقة المتجددة، حلو، فدائما تقول لي انا يعني ما يعاملوش فيها في معاملة الشغل هذا اكثر رجالة. ايوه انتوا عايزين بقى ان ده هذا الانصاف بقى ما يبقاش هذا الانصاف، يكون في انصاف في المجال العملي. بس انصاف دينيا هذا ربي عاطيه في القران الكريم، ما فيش جدال نهائي، يكتبوا يطلعوا اشاعات هم حراره، انا معايا الله، هذا موجود في القران، بس الانصاف نطالبه في الشغل. الحمد لله اصبحت المراه وزيره، في بغض النظر على وزارة المرأة، في وزارات يعني قيادية عندنا، وزارة العدل تمسكها مرأة استاذة حليمة، ده تقدم رهيب على فكرة ان وزارة العدل تمسكها مرأة وخارجية وكذا، وعندنا الثقافة مرأة، والثقافة في الحكومتين مرأة، اللي في الشرق مرأة، وعندنا من ثاني في مرأة ثانية الشؤون الاجتماعية مرأة كذلك. طب يعني معقول المرأة عندكم توصل تبقى وزيرة ومش عارفة تشتغل كمهندسة في؟ لا ممنوع،
هيك مجتمع ذكوري شويه يعني مع الوقت ما يكون ايه مع الوقت كل حاجه بتتغير مع الوقت كل حاجه بتتغير ان شاء الله. احنا بنتمنى لكم كل الخير ان شاء الله. وكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نطمن عليكم ونطمن على المراه الليبيه. نورتيني يا فندم النهارده وزيره المراه الليبيه انتصار عبود، وان شاء الله اتشرف بحضرتك في لقاءات جايه. ان شاء الله باذن الله. شكرا بارك الله فيك. تسلمي. مشاهدينا خلصت ملفاتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله في ملفات بكره جديده على خير. كنت معاكم اميره بدر، سلام.